من الأخبار العاجلة اللي جات لنا منذ قليل أن نادي الزمالك قرر عدم استكمال الدوري المصري الممتاز، وأصدر بيان قال فيه أنه قرار مجلس إدارة الزمالك جاء بسبب القرارات التحكيمية الظالمة في مباراة الزمالك وطلائع الجيش من الحكم محمود البنا، الذي اعترض عليه المجلس قبل المباراة، ولكن تم الإصرار على تعيينه لإدارة اللقاء. والبيان بيقول يبدو أن هناك هدفا من أجل عرقلة مسيرة الزمالك في المباراة بعدما تلقى المنافس هزيمة في المباراة الأخيرة، لكن النهاردة طلائع الجيش كسب الزمالك أعتقد إيه يا جماعة 3-2 3-2. إذن نادي الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري العام. لو تذكروا كنا اتكلمنا على موضوع مترو الزمالك، وكان كثير من السكان لمنطقة الزمالك معترضين على المترو، وكان الدكتور الجيوشي أو كان المهندس الجيوشي وزير النقل كان قال لنا أنه هيتم دراسة شاملة للموضوع، لأنه في ناس مهتمة بوجود المترو، ناس شايفة أنه ممكن يؤثر على الحياة هناك. لكن معي على الهاتف أستاذ أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير يا أستاذ لميس، ومساء الخير عليك وعلى كل مشاهديك الكرام. أهلا بيك. إيه القرار الذي اتخذ في وزارة النقل فيما يخص مترو الزمالك؟ دكتور سعد الجيوشي وزير النقل كان دخل مع سيادتك قبل كده في مداخلة وقال يعني احنا هنرضي كل، مش هنقدر نزعل حد مننا، ما زالت فعلا الدراسات والرسوم الهندسيه شغالين عليها بحيث ان احنا يعني المسار ماشي، ولكن هي المشكله في المحطه، يعني في اتجاه عندنا حاجتين، اما المحطه تتعمل وتتقفل او ان هي هتترحل هتبقى في نهايه جزيره الزمالك عشان ما نقدر عشان برضو نحافظ عليها وعلى رغبة سكان الزمالك. بس ده بيحتاج مدام لميس حاجة يعني تشينج اوردر، يعني الرسومات اتعملت والتصميمات وكل حاجة اتعملت اتصممت على المسار الحالي. الموضوع بيحتاج شوية وقت، ولكن ان شاء الله زي ما سيادة الوزير وعد حضرتك وعد كل سكان الزمالك من قبل هيبقى في حل هيرضي. طيب. عشان بس نحدد الحل ده، وانا معلوماتي ان انتوا فعلا هتنقلوا المحطه، اذا مسار المترو مستمر، حفر المترو مستمر، مترو الزمالك موجود، ولكن موجود. التغيير اللي هيحصل هو تغيير مكان المحطه. المحطه فقط، وغالبا يعني بنسبه كبيره هيكون على اطراف الزمالك من ناحيه ابو الفيدا، يعني هيبقى في نهايه الجزيره، لان احنا هيبقى في عندنا محطه ماسبيرو في بدايه قبل الجزيره مباشره، فده هتترحل شويه. وبعدين مدام لميس احنا هيجي لنا وقت هنحتاجها، يعني احنا دلوقتي كل اتجاه للنقل الجماعي، وسيادتك شايفه وعارفه في الخارج كل اتجاه للنقل الجماعي، وسياده الدوله ورؤيه الدوله ان اللي هيحل مشكله المواصلات هو النقل الجماعي. المترو لا غنى عنه، المترو بينقل مليار راكب سنويا. طب معلش بس خليني اركز مع حضرتك، فابو الفدا فين؟ يعني ناحيه الكوبري ولا الناحيه الثانيه؟ هيبقى على النيل، هيبقى على النيل، يعني في اطراف الزمالك غالبا ده ان شاء الله اللي هيتم. قبل الكوبري ولا الناحيه الثانيه ولا ابو الفدا من اوله يعني؟ يعني يا فندم هيبقى على اطراف الزمالك من ناحيه الكوبري في النيل، الناحيه الثانيه. يعني عند برج ام كلثوم ولا الناحيه الثانيه من ابو الفدا؟ اخر ابو الفدا؟ هو حسب المسار بتاعه يا فندم، يعني حسب المسار هو ماشي فين بالظبط. ما انا بقول لحضرتك هتبقى حاجه بشكل شيك وشكل محترم برضه، وجنبها تكاتك وكده. لا وباعه جائلين، وانت عارف طبعا محطه المترو بيبقى جنبها توك توك وباعه جائلين وميكروباص. احنا حاليا يا فندم بنعمل حتى الجائلين داخل المحطه اشكال محترمه، يعني بشكل حضاري، يعني هتحافظ على المترو وتحافظ ويبقى فاتحين باب رزق، ونستفيد ايضا من الخدمات اللي بتتقدم في المترو كمان. يعني بشكرك استاذ احمد ابراهيم متحدث باسم وزاره النقل. اذا يا اهل الزمالك، المترو قادم قادم، ولكن المحطه هتبقى في اطراف الجزيره، يعني عند ابو الفدا، مش عارفه اطراف بقى ده ابو الفدا من ناحيه مثلا سيكويا، معلش عشان انا بحب المحل ده، سيكويا مثلا، ولا من ناحيه الكوبري،
ولا من عند برج ام كلثوم مش عارفه، ولكن يا اهل الزمالك المترو قادم قادم. معرفش ده سعيد بالنسبه لكم ولا غير سعيد، في بعض الناس عاجبها ده وبعض الناس مش عاجبها ده. تذكروا حملتنا على الملاهي الليليه في المناطق السكنيه، والحقيقه ان احنا هذه الحمله مره اخرى بنقول ان احنا مش ضد الملاهي الليليه، بالعكس احنا مع الملاهي الليليه في اماكنها، احنا مش ضد اي حريات ومش ضد اي حاجه، وشايفين ان كل حاجه لازم بيكون بس لها مكانها، ولكن احنا ضد الملاهي الليليه في العمارات السكنيه. المناطق السكنيه يجب ان تكون مناطق امنه، امنه اخلاقيا، مش بس امنه جنائيا، امنه اخلاقيا. احنا كنا مع وزاره الداخليه اللي بنشكرها هي وشرطه السياحه على هذا المجهود، وفي الفتره الاخيره استجابه لحملتنا تم ضبط 741 مخالفه، غلق 16 محل ما يعمل كمالها ليلي بالمخالفه للقانون داخل الكتله السكنيه، 62 محل بيشتغلوا من غير ترخيص وزاره السياحه، 18 اساسا من غير ترخيص، ومنشآت بقى يعني ما فيهاش تراخيص باند وما فيهاش تراخيص اي حاجه. ال 70 عبد المنعم رياض اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده وسبق غلقه ما زال مغلق، فاحنا عايزين بس نؤكد انه في ناس طبعا فضت الاختام، اختام التشميع بعد ما شمعتها، اللي هو في القدس الشريف اللي هو 60 القدس الشريف، فاحنا بنقول للساده في وزاره الداخليه وايضا المحافظه اللي قالت انها هتقطع المرافق وما قطعتهاش. مره اخرى احنا مش بنشرد الناس اللي بتشتغل هناك، لا، ولكن بنقول ان من حق المواطنين البني ادمين الاطفال النساء اللي عايشين في هذه المناطق ان هم يناموا ويروحوا المدرسه عادي ويروحوا الجامعه طبيعي، وان الشباب ما يشوفش الحاجات دي طول النهار، ما يبقاش كده عادي في متناول اليد. كل في العالم كله الملاهي الليليه في مكان، السكن في مكان، الحياه في مكان، يعني ما ينفعش انه نختلط الحاجات كده مع بعض. خلونا نشوف هذا التقرير عن هذه الحمله اللي احنا يعني كنا موجودين معها مع وزاره الداخليه وشرطه السياحه. بعد حريق ملهى العجوزه وانطلاق مبادره هنا العاصمه لاغلاق الملاهي الليليه المخالفه، شنت شرطه السياحه بالتعاون مع مديريتي امن القاهره والجيزه وبالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية والمصنفات حملة أمنية مكبرة على الملاهي الليلية والمنشآت السياحية للتأكد من صلاحيتها للعمل والالتزام بالقواعد الموضوعة لإدارة تلك الأماكن. الحملة المشتركة اللي احنا فيها النهاردة دي بدأت من يوم 6، أسفرت جهود الحملة في العشر أيام السابقين لحد دلوقتي عن ضبط 720 قضية بالقاهرة والجيزة و266 قضية باسكندرية بالاشتراك مع آداب اسكندرية في الفترة اللي كنا موجودين فيها هناك. حملة مستمرة إن شاء رب العالمين لحين المرور على جميع المنشآت السياحية أو الأماكن اللي بتسوى نشاط سياحي من غير ترخيص وإعادة قفل الأماكن اللي صدر لها قرارات غلق. مشارك في الحملة النهاردة لمتابعة مدى صلاحية تجهيزات الإطفاء والإنذار انطلاقا من دور الحمايه المدنيه في الحفاظ على الارواح والممتلكات والتاكد من سلامه التواخيص والسلامه الانشائيه للمباني، سواء في اعمال بلطجه او لو في مثلا حد من الناس اللي بحكم عليهم او الناس اللي هم هاربين من تنفيذ الاحكام، دول برضه بيتم ضبطهم. التراخيص اتلغت لينا في 2014. المشكله بقول لك ان احنا عندنا غلط في الرسم الهندسي. ايه غلط الرسم الهندسي؟ مخزن. فاحنا عملنا المخزن اللي هو كان محطوط في الرسم الهندسي وادونا خلاص هيطلع عليكم قرار تعالوا ادفعوا بقى الرسوم بتاعتكم عشان خاطر نجدد لكم الترخيص. دفعنا الرسوم ولا شفنا ابيض ولا شفنا اسود. هو التفتيش بيتم بصوره غير دوريه ومفاجاه، والحمد لله ما بيتمش ما بيلاقوش عندنا اي حاجه، لكن احنا بنحاول نلتزم الحمد لله. المئات من القضايا تم تسجيلها منذ بداية الحملة والتي تنوعت ما بين التحريض على الفسق وممارسة الفجور وإدارة منشآت سياحية بدون ترخيص وغيرها، وذلك في إطار مجهودات جادة وملموسة لضبط العمل السياحي ومنع تكرار كارثة العجوزة. محمد سلامة، هنا العاصمة.
مرة أخرى الحقيقة لازم أشكر مجلة دير جاست اللي قامت بهذا الاستفتاء واللي شرفني يمكن للمرة الثالثة أو الرابعة مثلا على اختياري أفضل مذيعة أو مقدمة برامج. سي بي سي زي ما قلت لكم خدت عدد من الجوائز، يعني خدت أنا جائزة أحسن مذيعة، حبيبتي إسعاد يونس خدت جائزة أحسن برنامج، سي بي سي أكسترا العزيزة جدا علينا خدت أفضل قناة إخبارية. كمان الحقيقة أن كتير من حاجات اللي احنا عرضناها طريقي الموسيقى يعني في حاجات كتيرة أخرى احنا عرضناها، نيلي كريم خدت أحسن ممثلة وده كان مسلسل احنا عرضناه في رمضان الماضي. أنا سعيدة جدا وده الحقيقة دي بتبقى دايما مسؤولية لما بتختار بالذات في استفتاء شعبي أو استفتاء جماهيري، بتبقى مسؤولية أكتر من حد يكون مختارك في مجلس إدارة مجلة أو هيئة أو كده. والحقيقة دي بتبقى مسؤولية جد يعني تقيلة جدا، لكن أتمنى أن احنا نكون على قدر المسؤولية. بشكر كل يعني حد اداني صوته وأعدكم دايما بأن احنا نبذل قصارى جهدنا أنا وفريق العمل اللي بشتغل معاه، اللي بتشرف الحقيقة أن هو أن أنا بشتغل معاهم، مش هما اللي بيشتغلوا معايا، أنا اللي بشتغل معاهم الحقيقة فريق العمل اللي أنا بعتبرهم عيلتي زي ما سي بي سي هي أسرتي. نشوف التقرير التالي ونرجع نقول لكم إيه اختياراتنا في الأحلى 2015. نجوم ونجمات هم الأفضل في عام 2015 بحسب تصويت الجمهور لاستفتاء مجلة الدير جاست الناطقة باللغة الإنجليزية. كوكبة من المتميزين في عدة مجالات كالفن والموسيقى والغناء والتمثيل والإعلام في حفل كبير لتوزيع الجوائز. تكريم أحسن مطرب وأحسن ألبوم، فحسيت أنه الحمد لله نتيجة شغل اللي أنا قدمته السنة دي كانت مرضية للناس. هو تيم البرنامج أصله ناس عايشين في مصر بأعمار مختلفة باهتمامات مختلفة، فلما نقعد احنا مع بعض نحاول نحقق اللي احنا كبني أدمين عايزينه من الدنيا دي أكيد ده هينعكس على الناس برضه. دي مسؤولية ودي شهادة وتطمن ان انت عملت حاجة حلوة، يعني الناس مش مطالبة تختارك خالص لو انت مش حلو. تكريم النهاردة ده بيأكد لي انه يعني الحمد لله يعني انها فعلا تستحق. سعيدة لانه تكريم الجمهور، لانه احنا بنشتغل عشان الجمهور، فبنبقى سعداء قوي قوي ان الناس تقول لنا انتوا احسن. رأي الجمهور مهم جدا، نجاح المسلسل طبعا رأي الجمهور هو المهم، هو المتلقي. قنوات سي بي سي ونجومها من الإعلاميين كان لها نصيب كبير من الجوائز، حيث حصلت الفنانة إسعاد يونس على جائزة أفضل برنامج عن برنامج صاحبة السعادة، ونالت قناة سي بي سي إكسترا جائزة أفضل قناة إخبارية. أما أفضل مذيعات هذا العام فكانت للإعلامية الكبيرة لميس الحديدي. مش المرة الأولى بس كل سنة كأنه امتحان جديد. بيتي سي بي سي سواء اكسترا او سي بي سي العادية انا فخورة بيه وانا حاسة بانتمائي الشديد لبيتي، يعني كل يوم المسؤولية بتزيد. انا بحبكم ولميس حبيبة قلبي ومبروك للسي بي سي. الف مبروك، تكريم مستحق للاستاذ لميس، لفريق الاعداد، لطاقم عمل البرنامج كله والقناه كلها. لميس بجد حبيبتي، والف الف مبروك للسي بي سي، الف الف مبروك لهنا العاصمه. لميس اخت عزيزه جدا ومهنيه عظيمه جدا، انا بحترمها وبقدرها وبالله مبروك يا لميس، كل سنة تستاهل التحية والتكريم والتقدير. يعني حفل ضخم ومشاركة واسعة من النجوم المصريين والعرب في الراديو والسينما والتلفزيون، حصاد للإبداع خلال عام وتكريم باختيار الجمهور يتخلله أمنيات بمواصلة النجاح والتألق. طارق أحمد، هنا العاصمة. بشكر مرة أخرى كل النجوم طبعا اللي حيوني، وبشكر فعلا يعني مجلة دير جاست على اهتمامها، حبيبتي بوسي شلبي اللي قدمتني بشكل عظيم جدا بشكرها دايما، صديقة عزيزة علي. الأحلى 2015 والنهاردة اخترنا لكم ودي لسه اختياراتنا أغنية رائعة لسميرة سعيد. أنا بحب كل أغاني سميرة سعيد، لكن وإحنا بندور في الألبوم الأخراني بتاعها وكل الألبوم حلو الحقيقة، اخترنا أغنية جبارة. ما حصلش حاجة أغنية
الجميل فيها غير ان الكلمات هتسمعوا الموسيقى قد ايه رتم قوي سريع، والغنية مقسومة نصين، لكن كمان لان احنا شفنا لقينا فجأة فيديو كليب لاتنين بنات بيغنوها، والفيديو ده واخد اكتر من 1,000,000 مشاهدة. يعني الحقيقة انه احنا اهتمينا نعرض لكم الفيديو ونعرض لكم طبعا الاغنية، لكن الاهم ان احنا اخترنا هذه الاغنية الأحلى 2015 الفنانة الجميلة سميرة سعيد. مساء الخير يا سميرة. ازيك يا رميس؟ ازيك حبيبتي، عاملة ايه؟ ألف مبروك حبيبتي. ألف ميرسي. وأنا عايزة يعني بصراحة احنا اخترنا الألبوم كله حلو، بس الغنوة دي بالذات بجرأة يا سميرة، انت دايما جريئة في اختيار الكلام والألحان، بس دي أغنية جريئة جدا. هي أغنية فعلا مختلفة عن كل الأفكار اللي قدمتها قبل كده، ده حقيقي، كلاما ولحنا وتوزيعا، وأنا كمان اللون ده ما غديتوش خالص. والأغنية فعلا كلماتها مختلفة، يعني هي صياغة تلقائية لفكرة الحقيقة جريئة جدا، وكلنا يمكن عدينا منها، إن الواحد بيعدي من تجربة ويحس إن هو فعلا عايز خلاص هو خرج منها، وانه عايش حياته وبياكل بيشرب بيعمل كل حاجه، وانه هو لا مقهور ولا ضايع. ايوه، ولا قاعده بعيط ولا بعيط ولا مقهوره ولا حاجه. وبعدين ترجع مع نفسها شويه، طب انا لسه بحبه شويه، طب وانا لسه في جزء ليا، لسه في لسه جوايا حاجه لي. يعني هي دي الحالات اللي الواحد لما بيطلع من علاقه لسه في اولها كده، بيبقى الواحد مضطرب، يا ترى انا تمام وانا كويس ولا مش عارف ايه، ولا انا لسه. وبعد كده لا بتقول لا انا كويسه وانا سعيده لما ووحيده وما عنديش مشكله خالص، وباكل بشرب وبشتغل وبعمل كل حاجه. الحقيقه انه الفكره نفسها والصياغه نفسها هايله، فكره هايله قد كده بسيطه. ويمكن حتى قبل كده يمكن الاجانب سبقونا في الحكايه دي، بيتكلموا طبعا سبقونا في طريقه الصياغه دي. احنا دايما عندنا اللي هي الصياغه الجماليه شويه المنكسره والحزينه بس انت يا سميره دايما بتغني اغاني القوه الحقيقه، يعني دايما بتدينا قوه وانرجي، وفي اغانيكي فيها تحدي، وده صوت المراه اللي لازم يكون موجود. بالظبط، يعني انا بشوف انه الواحد لازم يعيش حياته قد كده. الحياه هي قصيره ومش طالبه ان الواحد يعيش متعذب او لا، لازم الواحد يعيش منطلق ومبسوط وسعيد باللي هو وراضي باللي عنده يعني. بس كمان الاغنيه دي بعد اذنك، الاغنيه دي مقسومه نصين، يعني اللي يسمعها كويس هيلاقي نص فيه ريذم عالي جدا في اللحن، وبعدين النص الثاني احنا دخلنا في تلحين ثاني خالص. اللي هي حته الشجن اللي جوه، اللي هي بتسال نفسها هي لسه، فما ينفعش تبقى راقصه، يعني حسينا انه فيها حته شجن وبترجع لنفسها، وانا لسه فيها شويه، ولا انا بمثل على نفسي ان انا كويسه. فكان لازم لحنها يبقى برضو مطابق للفكره الكلام يعني. فالحقيقه عايز اقول لك انه شادي نور انا بعتقد ان هو له مستقبل فظيع ومؤلف، فلسه لاول مره هو او مش اول مره يعني، هو من الشبان اللي لسه طالعين. عمل كلام منتهى الحلاوه بجد، يعني من احلى كلام انا قدمته، الى جانب انه بلال سرور برضه ملحن يمكن من اوائل تجاربه في المستقبليه، يعني في اللحن برضه رائع الولد ده، وانا بتنبأ له بمستقبل رائع. هاني ربيع برضه من الموزعين اللي هيبقى له شأن برضه كبير قوي، يعني عايز اقول لك انه ثلاثه يمكن من يعني اول مره يمكن تنجح لهم اغنيه بالشكل ده. انا الحقيقه الحمد لله انه رهاني كان على حق وكان يعني في مكان، والحمد لله انه توفقت في الغنوه، ان اخترت الناس دول، التيم العمل نفسه قد كده جميل وقد كده تالنتد قوي، ولا وبجد يعني موهوبين حقيقه. هو الحقيقه الالبوم كله فيه حاجات حلوه جدا، بس انا بصراحه حبيت الغنوه دي قوي يا سميره، حسيت ان فيها قدر من التحدي والبوزيتيف انرجي لكل النساء، لازم نركز عليه. وانا بشكرك قوي على اختياراتك، انت دايما اختياراتك جميله، فبشكرك جدا على هذا الاختيار. انا بحب دايما المراه تبقى قويه وتعتمد على نفسها وتبقى، وطبعا ضد المقوله اللي بتقول ده الحيطه ولا ده الراجل، اللي ما بحبش الكلام ده، بحب ان الست تبقى قويه في حديثها، قويه في عواطفها، قويه مع نفسها، ان هي تحاول دايما ما تبقاش دايما متواكله على الرجل، لا تبقى هي الست الليدر، هي اللي تقدر تقود نفسها يعني.
بشكرك فنانة الجميلة الكبيرة سميرة سعيد، صوت مهم في حياتنا، يعني أي حد بيحب الغنى لازم يحب سميرة سعيد، أي حد يحب الغنى الحلو والمختلف لازم يحب سميرة سعيد، والحقيقة أنها متطورة جدا في اختياراتها. ما حصلش حاجة، احنا هنذيع للأسف الغنوة ملهاش فيديو كليب، فاحنا هنذيع الفيديو اللي احنا لقينا البنات بيغنوه فيها في العربية، وبعدين هنذيع الغنوة الفانز بتوع سميرة حطوا لها مجموعة صور على الأغنية. ده مش الفيديو كليب الرسمي للأغنية، أتمنى إن سميرة تعمل لها فيديو كليب، ولكن الأغنية ضربت anyway زي ما بيقولوا، زي ما قلت سعد المجرد المعلم ضربت، أغنية دي ضربت، سميرة سعيد ما حصلش حاجة. هبدأ حياتي بصفحة بيضة وجديدة واخد شنطة شخصيات جديدة، بصراحة كلام عمري ما تخيلته، شنطة شخصيات جديدة وارسم على الصفحة الجديدة كلام بجد، يعني بحيي شادي نور على هذا الكلام واللحن العظيم لبلال سرور. سميرة سعيد ما حصلش حاجة. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل الدكتور هاني سري الدين، وبعد كده نتكلم عن السمنة أو زيادة الوزن الأطفال والنساء والرجال، عشان بس ما نفتكرش إن هم بس الستات اللي تخان، لا رجال بقوا أتخن من الستات كتير جدا في مجتمعاتنا. بعد الفاصل